رمضان صبحي واحد من نجوم الاهلي اللي عاد لصفوف الفريق معارا من ناديه الانجليزي، لكنه عودته وتألقه في مباراه فيتا خلى الناس تفتكر النبوغ المبكر، وتلفت انتباهنا الى انه الديك الفصيح في البيضه بيصيح. من صغره الناس هتبقى حاسه انه لا، في حد موهوب بشكل استثنائي. رمضان صبحي في سنه صغيره جدا وهو طفل، لو تفتكروا حضراتكم كان في برنامج تلفزيوني للكابتن محمود الخطيب، كان عامل ملعب صغير في الاستوديو، كان معاه خالد بيبو واستضاف كم ولد من الاطفال الصغيرين، كان منهم رمضان صبحي في طفولته، نشوف موهبته كانت عامله ازاي. ازيكم يا شباب؟ عارفين كابتن خالد طبعا. حميد اسمك؟ رمضان صبحي. كم سنة؟ 10 سنين. ازيك يا رمضان؟ اتفضل يا شباب. ومعانا ثلاث شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي في المسابقة بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. كده يا خالد. ثلاثة. رابع. خمسة. برافو عليك. اختار انت واحدة قول لنا عليها. أربعة. أربعة. تاخد السهل انت. لا ما دخلتش. يبقى الاثنين من ثلاثة. دلوقتي قدام حضراتكم نتيجة مهارة التسديد. قدام حضراتكم على جدول كده في الشاشة، في شريف ومحمد ورمضان. ورمضان جاب اثنين من ثلاثة. دلوقتي ميعادنا مع مهارة التحكم في الكورة، واللعيب كل واحد من الولاد الصغيرين معاه دقيقة، هتبتدي مجرد ما يبتدي هو هتبتدي الدقيقة بينطق كام مرة في الدقيقة. ابدأ رمضان. واحد. يلا. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. حقق كده الرقم بتاعه. برافو عليك، برافو عليك. شكرا يا عم رمضان. شكرا. طيب خلاص. خلاص. شكرا يا عم رمضان. الو سيب سيب انت الاول. اتفضل يا عم رمضان. دلوقتي عندنا المهاره الثالثه اللي في الملعب، او اخر مهاره في الملعب، مهاره الاستلام، استلام الكره او التحكم في الاستلام ومع التنطيق. ها احسن احسن احسن، برافو. تمام 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 تمام، برافو عليك، كفايه. تمام. هوب. كويس كويس. تمام 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 تمام، برافو عليك برافو عليك. تمام رمضان. هاي رمضان، برافو عليك. ها واحد، برافو. كويس. تمام 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 تمام، بس كفايه يا حبيبي، برافو عليكم يا شباب. انتوا ثلاثه كويسين. دلوقتي برضو قدام حضراتكم على الشاشه نتيجه التحكم في استلام الكره، او مهاره استلام الكره. طبعا رمضان عمل كويس قوي، خد ثلاث درجات نهائيه، وبرده شريف ومحمد برده يمكن عشان حارس مرمى فيعني وقعت منه في واحده او في اثنين. شفت الجول كويس؟ ايه رايك؟ ايه الحلو اللي عجبك في الجول؟ احلى حاجه اللي الكابتن لما بيضغط ويتضغط بيبقى احلى حاجه فيه. فهو ضغط وخد الكوره وراح هو والجون، فعملها كده بسن رجله سنه قدام، راح هو ايه اسرع من المدافع. راح خد الكوره راح حطها بدقه بسن رجله في الجون. دي كانت نهايه مسابقه الشباب الصغار بتاعنا، وان شاء الله لعيبه المستقبل باذن الله. وعايزين نقول النتيجه بتاعتهم. شريف 8 درجات النهائيه بتاعته 8 من الاربع مسابقات، ومحمد 7 ورمضان 10. كده بقى رمضان، في رمضان، رمضان هو الفايز. مبروك يا كابتن. مبروك مبروك يا كابتن. والشباب التانيين كل واحد عمل اللي عليه وعملوا بيكم، برافو عليكم. كده برافو عليكم، برافو عليكم، ما شاء الله عليكم. طب فين شريف ومحمد؟ صحيح. طب عرفنا رمضان وصل لايه؟ طب شريف فين بقى اللي هو كسب في دقة التصويب على المرمى؟ يا ريت حد يعمل لنا بحث صغير عشان نعرف برضو ايه اللي بيتحكم في الناشئ يوصل لحد فين. لان ساعات كتير جدا ناشئين عندك بتبقى واعدة وتبص تلاقيها في اندية تانية. صحيح. وهي في قطاع الناشئين. يا ريت بقى نستكمل بحثنا الجميل ده، لان هي يعني فقرة طريفة بتبين شخصية رمضان من صغره.
راجل بيجاوب عنده وجهة نظر ما بيقلقش، عايز يجود في المهارة كفاية خلاص يا رمضان. واضح ان متفرد كان في ثقته بنفسه وشخصيته. ريت نبحث نشوف زمايله فين.